أكدت مؤسسة المبادرة المصرية والعربية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتحررات من الأمية سهام نجم على أنه تم عقد جلسة التعليم ضمن جلسات الحوار الوطني المخصصة لمواجهة تحديات التعليم وسبل تطويره. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش أحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني. عقدنا أول جلسة في يوم الخميس الماضي لجنة التعليم، وكانت حقيقة لجنة سريعة جدا في أفكارها. الجلسة بتاعت النهاردة أنا بعتبرها استكمال لهذا الحوار اللي بدأ يوم الخميس اللي فات، وإن كانت مخصصة لمناقشة مقترح القانون الخاص بالمجلس التعليم والمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. الحقيقة النهاردة كان في تنوع كبير جدا في الآراء حوالين هذا المجلس، من حيث نشأته، من حيث أهدافه، من حيث المسمى بتاعه، حتى المسمى تم عليه جدال كبير جدا، نتيجة إن في تحديات ضخمة جدا جوه العملية التعليمية، سواء في التعليم ما قبل التعليم الجامعي أو التعليم الجامعي، وكمان لأن في حوالي 13 قانون وقرار رئاسي بقوانين خاصة بإنشاء مؤسسات هياكل مؤسسية معنية بتطوير التعليم واعتماده، ونتيجة لقدر من التوتر أو الاضطراب ما بين هذه المؤسسات في اختصاصاتها وفي تداخل هذه الاختصاصات مع بعض، كان في أهمية أن احنا نقول أن لابد أن يكون الشكل أو الاسم الموجود، سواء كان مفوضية أو هيئة عليا، أن يكون مظلة لكافة المؤسسات المعنية بالتعليم والتعلم في مصر والتدريب أيضا. الحقيقة أضفت كمان النهاردة أن يكون التعليم والتعلم وليس التعليم فقط، التعليم هي المؤسسات كلها التعليمية، سواء كانت تعليم قبل الجامعي أو تعليم جامعي، لكن كمان التعلم بيلقي الضوء على أهمية دمج مكون تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة في إطار هذه المؤسسة ومن اختصاصات هذه المؤسسة.